السلام عليكم يا أصحابي. النصف الثاني من تحديث 3.8 سيأتي بعد 7 أيام من الآن، أي في 25 يوليو، وسنرى رسميا رجوع بانر كوكومي والوندر. أثناءه سيرجع كل من فروز ويان في وروزاريا كشخصيات سنوية. بالنسبة للأسلحة ستكون الخاصة بكوكومي والوندر. أيضا أسلحة الأربع رجوم قد تم تأكيدها قبل ساعات من مصادر موثوقة وهي الظاهرة الآن. الوندر من أكثر الشخصيات الجيدة في جينشن، فإذا كنت تريد الحصول عليه فعليك السحب لها لأنه لن يعود قريبا. إذا كان عندك فعليك الحصول على فروز سي 6 لفتح قوتها الكاملة لأنها السبورت الوحيد لوندر، ولكن يجب عليك السحب أيضا لكوكومي بسبب أن لديها صلة إلى حد كبير لمنطقة فونتاين. هذا بسبب أن المعلومات الأخيرة عن فونتاين، جميع شخصيات الشفاء ستكون أكثر قوة وستحدث ضرر أيضا، وإذا كانت سبورت أو دي بي إس. سنأخذ مثال، معظم أسلحة الفري تو بلاي في بيتا تحديث 4 لديها هذه الميزات. عند شفاء حميلي سيحصل على زيادة أتاك 48% لثماني ثواني حتى عند غيابه عن الساحة. ليس فقط هذا، بل ليني ولينيت أول شخصيتان من فونتاين لديهم نفس الميزة. عند استخدام مهاراتهم يفقدان الصحة ويكتسبا نسبة جيدة جدا من الأتاك. حتى الارتفاكت الجديدة تشمل تغييرات في كمية الصحة لتشغيل الامتيازات الجديدة. إذا شخصيات الشفاء مهمة لفونتاين. إذا ما رأيك في هذا الكلام؟ اكتب لي في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة يا صديقي. سلام.